قتل وجرح العشرات في اشتباكات داخلية بين ميليشيات إيران في محافظة دير زور السورية. مصادر محلية أوضحت أن الاشتباكات التي وقعت بقرية الجفرة وحيها رابش اندلعت على خلفية انشقاق القائد العسكري الإيراني للميليشيات المدعو الحاج كوميل وتمرده على الحرس الثوري، وذلك بعد اتهامه بالخيانة من قبل سلطات بلاده في طهران. حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من باريس المحلل العسكري والاستراتيجي عبد الناصر العايد. أستاذ عبد الناصر، أهلا بك معنا في الأخبار الليلة. نفهم أكثر تفاصيل، أن تتقاتل الميليشيات الإيرانية بين بعضها فعليا بدير الزور، ما المعطيات الموجودة؟ مساء الخير سنور. الحقيقة أنه هذه الاشتباكات أو الخلافات يعني حدثت على خلفية ما يبدو أنه يعني مشاكل داخلية في إيران. فجأة بدأ حشد عدد من القوات في دير الزور بمواجهة بعضها البعض. يقول الأول الحاج كميل اللي هو القائد العسكري للميليشيات في دير الزور، ومن الجهة الأخرى يعني تقودها هناك قادة آخرين يأتمرون بأمر قائد الحرس الثوري. هذه المجموعتين اليوم اشتبكوا يعني وحدث صراع مسلح بينهما. نعم. طيب ما يعني ما حجم هذه الاشتباكات والمواجهات استاذ عبد الناصر؟ يعني هل فعليا تشمل الاطراف كلها او فقط تشمل هذين الطرفين؟ حاليا لا، تشمل يعني عدد كبير من الميليشيات، ويعني المساحه الجغرافيه للاشتباكات تمتد حوالي 10 كيلومتر بين منطقة هرابش ومنطقة الجفرة. شهدت عدة مقرات مواجهات عنيفة، بالأخص في ما يعرف بمقر منظمة الجهاد والبناء، وفقط قتلى وجرحى غير معروف، يعني التفاصيل غير معروفة. لكن قادة الميليشيات يعني حشدوا كافة المقاتلين التابعين لهم بما فيهم الموظفين المدنيين، حملوا السلاح في هذه الفترة، والكلام علني. يعني لأول مرة تخرج الخلافات إلى العلن، يعني القادة الموالين لقائد الحرس الثوري يقولون أنه هذا خائن وانشاق، بينما الموالين لكميل يقولون أن قائد الحرس الثوري متورط في مقتل الرئيس الإيراني. شكرا لك ضيفنا من باريس عبر الهاتف المحلل العسكري والاستراتيجي عبد الناصر العايد.